بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلبة الصف الأول الثانوي، في حلقة جديدة من حلقات مادة الأحياء. مكملين معاكم في المراجعة على مادة الأحياء. الأسبوعين اللي فاتوا قسمنا الأبواب اللي عندنا وبدأنا نراجعها جزء جزء. النهاردة إن شاء الله هنبدأ نراجع مراجعة شاملة على الأحياء كلها. احنا ده كل ما نعدي على سؤال هنبتدي نسترجع الجزء ده. نبدأ أسئلتنا. السؤال بيقول لي إيه؟ بيقول لي عند إضافة كاشف بويرت الأزرق إلى عينة من محلول سين، تحول لون المحلول إلى اللون البنفسجي. بعد ذلك تم إضافة المادة الصاد إلى عينة أخرى من المادة سين مع قطرات من حمض الهيدروكلوريك. بعد نص ساعة تم إضافة كاشف بويرت لهذه العينة ويحدث تغير في لون الكاشف. أنا ما يجيلي سؤال زي كده اعمل ايه؟ لازم امسك جزء جزء قبل ما اشوف الاجابات واقول ايه الفايده منه او انا استفدت منه ايه عشان اعرف احل السؤال بتاعي. طيب هنمسك جزء جزء. اول حاجه قال لي عند اضافه كاشف بويرت. اول ما اسمع كلمه كاشف بويرت يبقى انا بتكلم على حاجه فيها ايه؟ ها، بتكلم على حاجه فيها بروتين، لان انا عارف ان كاشف بيوريت ده بيستخدم في الكشف عن البروتين. فانا بقول استخدمت كاشف بيوريت في عينة من محلول سين، معنى كده ان سين ده فيه ايه؟ فيه بروتين. عرفت ازاي؟ لان انا بقول بيقولي تحول لون المحلول الى اللون البنفسجي، يعني كان ايجابي، فمعنى كده ان سين دوت اكيد نوع من انواع البروتين. تمام. طيب بعد كده رحت جفت مادة صاد على عينة أخرى من المادة سين، رحت جايب حتة تانية من المادة سين اللي هي البروتين ده، هي هنعرف نشوف هي بروتين ايه، ورحت حاطط عليها مادة اسمها صاد، ماشي، وحطيت مع المادة صاد حمض هيدروكلوريك. بعد نص ساعة بصيت لقيت حطيت بيرت عليه لقيته محصلوش تغير، يبقى معنى كده ان البروتين ما بقاش بروتين، اتفكك وبقى أحماض أمينية او بقى سلاسل عديد البوبتايد، المهم مبقاش بروتين زي ما هو. طيب ايه اللي ممكن يساعد على ان بروتين يتفكك ويتحلل؟ اكيد ايه؟ انزيم. طيب ايه الانزيم اللي احنا خدناه؟ الانزيم ده ممكن يساعد في هضم البروتين، وكمان بيعمل في ايه؟ في وسط حامضي. عرفت ازاي ان هو بيعمل في وسط حامضي؟ لانه بيقول لي حمض الهيدروكلوريك. يبقى انا كده بدور على صد دوت على انزيم، وماله الانزيم ده؟ هو بيعمل في وسط حامضي. اللي خلاني اقول كده انا قلت حطيت عليه حمض الهيدروكلوريك، وحمض الهيدروكلوريك حمض، يبقى هو هيشتغل في وسط حامضي. طب نبتدي نشوف بقى الاختيارات اللي عندنا. هو عايز يسألني بيقول لي بقى يا ترى ايه سين ويا ترى ايه صاد. يبقى انا بدور هنا على سين على بروتين، وبدور هنا في صاد على إنزيم يعمل في وسط حامضي ويقدر يحول لي أو يفكك لي البروتين. طيب نبتدي نشوف. لو أنا بصيت على سين إن هو بروتين، هلاقي ألف بيت بروتين، في بروتين قطعة اللحم فيها بروتين، اللبن فيه بروتين، لكن زيت الذرة ما فيهوش بروتين، لأ. يبقى من أولها هستبعد د. طيب أجي أبص تاني. طيب يبقى انا عندي الثلاث احتمالات الباقيين دول احتمال حد فيهم. طيب البيض المادة صاد تريبسين، باقي المادة صاد بيبسين، جي من مادة صاد تريبسين. طب هو مين من دول كنا واخدينه ان هو انزيم يعمل في وسط حامضي؟ اه تمام، برافو عليك. طبعا هيبقى ايه؟ البيبسين. يبقى عندنا المادة سين تبقى قطعة اللحم، والإنزيم اللي هو المادة الصادقة تبقى البيبسين. عرفت ازاي ان دي قطعة اللحم؟ عشان حولت البيرت من اللون الأزرق للبنفسجي. وعرفت ده اشمعنى ان هو البيبسين مش التريبسين؟ علشان هو قال لي ضاف عليه حمض الهيدروكلوريك، فبدأ يعمل تحلل لقطعة اللحم، فلما جيت احط عليها التاني كاشف ما تغيرش لونها. شوف السؤال اللي بعده. السؤال تاني بيقول لي إذا علمت أن الإنزيم إكس حساس بدرجة كبيرة للتغير في درجة الحرارة. أنا عندي إنزيم، والإنزيم ده هو حساس أوي الدرجة. يعني إيه حساس أوي لدرجة الحرارة؟ يعني المدى الحراري بتاعه ضيق. يعني أنا لما أبص كده للصورة هنا ده مدى حراري واسع أوي،
احنا عارفين دايما شكل الانزيم المفروض بياخد الشكل ده، واعلى حاجة كده هو دي درجة الحرارة المثلى، ده الشكل الصح لما ابص على نشاط الانزيم مع درجة الحرارة. طب ده ينفع عمل ما وصل للمثلى نزل مرة واحدة كده؟ برضه دي مش منطقية، ده طبعا ما ينفعش خالص. فاهمين احسن رسمة عندي تنفع ان انا اختارها لدرجة الحرارة، وخصوصا لما يبقى مدى صغير، هلاقي ايه ديل. وتنفع برضو في ايه، في البي اتش، الرسمة دي تنفع في درجة الحرارة وتنفع في البي اتش. دايما الاقي عندي قمة كده اللي هو بيكون درجة الحرارة المثلى او البي اتش الامثل، وبلاقي ان هي بتنزل على الجنبين، لان انا بيدلني ان انا كل ما ازيد او اقل عن المثلى دي هيبتدي نشاط الانزيم ايه يقل. اشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي ايه، بيقول لي ادرس المخطط الذي يعبر عن كيف جزيء الدي ان ايه. الشكل اللي قدامي دوت ده جزيء دي ان ايه. طيب انا عايزه دلوقتي اعرف ايه في جزيء الدي ان ايه، يا ترى كاتب لي واحد وكاتب لي اتنين وكاتب لي تلاتة، عايز يعرف يا ترى واحد ايه واتنين ايه وتلاتة ايه. طب انا اجي امثله كده واتخيله لو انا رسمته عادي، وبعدين اشوف الاختيار بتاعي. يعني انا عندي الجزيء الدي ان ايه عبارة عن شريطين، كل شريط فيهم بيتكون من مجموعة من النيوكليوتيد. النيوكليوتيد انا عندي فيها ايه، انا عندي فيها السكر الخماسي، وعندي فيها مجموعة الفوسفات، وعندي فيها القاعدة النيتروجينية. القاعدة النيتروجينية دايما يا ولاد بتبقى في النص، هذه القاعدة النيتروجينية بتبقى في النص، وبعدين السكر، وبعدين هلاقي ايه الفوسفات. الشكل ده هيساعدنا، يبقى القواعد النيتروجينية موجودة في النص، تمام، وادي الفوسفات وادي السكر الخماسي وادي مجموعة الفوسفات. عايزين نطبق ده على الكلام ده على ده، يبقى انا اول ما الاقي الحاجة اللي في النص ده يبقى مين، مين كل اللي في النص اللي مرتبطين قواعد نيتروجينية، يبقى دي واحد ده قاعدة نيتروجينية. طب القاعدة النيتروجينية بتبقى متصلة مباشرة بمين، بالسكر الخماسي اهو، يعني معنى كده ان اتنين ده السكر الخماسي. طيب السكر الخماسي متصل بيه من الجنب التاني مجموعة فوسفات اللي هي تعتبر ايه تلاتة، يبقى تلاتة ده مجموعة الفوسفات نطبقها هنا. يبقى هنا كده لو انا ده هنا واحد دوت ايه القاعدة النيتروجينية، لو كأن ده اتنين يبقى ده السكر الخماسي، لو كأن ده تلاتة دي مجموعة الايه الفوسفات. طب اشوف ايه بقى الاختيار الصح اللي عندي كده. يبقى انا عندي واحد القاعدة النيتروجينية، بدور على واحد قاعدة نيتروجينية، اتنين سكر خماسي، تمام، تلاتة مجموعة فوسفات. يبقى الاختيار عندي هيبقى رقم كام، رقم ج. يبقى الاختيار الصح عندي هيبقى رقم ج. نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي ايه، بيقول لي مثل الشكل التخطيط التالي تركيب خلية حيوانية، ايه يا ترى التركيب المحتمل للجزء اكس. طب احنا نمسك كده الخلية ونعرف بقى اكس ده ايه، ادي نواة، ادي سوري، دي خلية الاولانية، دي اللي بعديها دي نواة، وبعدين جوه النواة في كروموسوم، وكروموسوم اكيد في ايه دي ان ايه. طيب هو عايز ايه الوحدة البنائية لإكس، ايه الوحدة البنائية، ايه هو المونيمر اللي بنى الدي ان ايه اللي هو مين، النيوكليتيدة. طيب انا عايز ادور في هنا نيوكليتيدة لمين دي ان ايه، احنا عارفين عندنا في نيوكليتيدة ار ان ايه في نيوكليتيدة دي ان ايه، انا بتكلم على الكروموسوم يبقى جواه دي ان ايه، فانا هدور على نيوكليتيدة دي ان ايه. هل النيوكليتيدة بتاعت الدي ان ايه يا ترى فيها سكر سداسي ولا فيها سكر خماسي؟ لا طبعا فيها سكر خماسي، يبقى انا مش هبص على الاستجابة واحد الف ولا باء، لان انا ما عنديش سكر سداسي، انا عندي سكر خماسي، تمام، حلو قوي. فهنا بيقول لي في سكر خماسي ريبوز مجموعة فوسفات وقاعدة نيتروجينية يوراسيل، ولا يا ترى سكر خماسي دايوكسي ريبوز مجموعة فوسفات وقاعدة نيتروجينية
الصايمين. ها يا ولاد نفكر كده، ايه من دول هي وحدة بناء الكروموسوم اللي هو الدي ان ايه، شريط الدي ان ايه عندي؟ ايه وحدة البناء بتاعته يا ترى؟ هل وحدة البناء بتاعته انا سكر الخماسي الريبوز و مجموعة الفوسفات وقاعدة نيتروجينية الرصير، ولا يا ترى السكر الخماسي الديوكسي ريبوز ومجموعة الفوسفات وقاعدة نيتروجينية صايمين؟ ايوه تمام برافو. طبعا ما دام انا بتكلم على دي ان ايه يبقى انا عندي السكر الخماسي الديوكسي ريبوز ومجموعة الفوسفات والقاعدة النيتروجينية الصايمة. لو انا كنت بيسألني على حاجة نيوكليتيدة بتاعة الار ان ايه كنا اخترنا الاجابة اي جي اللي هو السكر ريبوز ومجموعة فوسفات وقاعدة نيتروجينية ايه يوراسيل. طب نشوف السؤال اللي بعده، جايب الجلوكوز في المنتصف وبيقول لي الجلوكوز هتحصل له عمليتين. اول عملية رقم واحد من خلالها لما تحصل العملية ديت هيحصل كون نشا، والجلوكوز ده لو خدتوه عمل حصل العملية رقم اتنين هيديني طاقة. طيب يا ترى بقى عملية رقم واحد اسمها ايه وعملية رقم اتنين اسمها ايه؟ هل يا ترى اتنين دي هدم وواحد دي بناء، ولا واحد هي اللي هدم واتنين هي اللي بناء، ولا كلا العمليتين واحد واتنين دول هدم، ولا كلا العمليتين بناء؟ ها يا ولاد نفكر مين فيهم اللي هدم ومين فيهم اللي بناء؟ ايه الإجابة الصحيحة؟ انتظروا إجاباتكم. ايه الإجابة الصحيحة؟ مين عندي الهدم ومين عندي البناء؟ أيوه يبقى أنا عندي لما أفكر فيها كده، أنا علشان أكون نشا من الجلوكوز يبقى أنا هعمل إيه يا ترى؟ أنا هقعد أجيب جزيئات الجلوكوز جنب بعض، كل جزيء مجموعة من جزيئات الجلوكوز هيبتدوا يتحدوا مع بعض لحد ما يكونوا النشا. كده أنا عملت إيه؟ أنا بهدم كده ولا ببني؟ لأ ببني، يبقى عملية واحد دي عملية بناء. طيب أنا جبت الجلوكوز ودخلته جوه الميتوكوندريا وحصل أكسدة جلوكوز وطلع لي طاقة. طيب هو لما عمل كده ودخل جوه الميتوكوندريا واتأكسد وطلع طاقة هتاخدها الـ ATP ويتخزن جوه جزيء الـ ATP، كده أنا عملت إيه؟ أنا كسرت جزيء الجلوكوز عشان أطلع منه الطاقة، يبقى أنا عملت إيه؟ هدم. يبقى أنا عندي عملية واحد بناء وعملية اتنين هدم. يا ترى الإجابة دي فين؟ ألاقيها في ألف أهي، بيقول لي عملية اتنين عملية هدم، عملية واحد عملية بناء. طبعا هنا هستهلك طاقة عشان أكون النشا، عمليات البناء بتتطلب طاقة عكس مين؟ عمليات الهدم اللي لازم ينتج عنها طاقة. مش كفاية بس إن أنا أكسر جزيئات كبيرة وأطلع منها جزيئات صغيرة، يا ولاد لازم يطلع لي طاقة عشان نسميها عملية هدم. شوف السؤال اللي بعده بيقول لي ايه، بيقول لي يتكون جزيء الـ ATP من ADP ومجموعة فوسفات في وجود طاقة. يعني انا لما يبقى عندي طاقة زي اللي احنا شفناها دلوقتي لما حصل اكسدة للجلوكوز، الطاقة دي بياخدها جزيء الـ ADP ومع مجموعة فوسفات ويروح مكون لي جزيء الـ ATP. يعني ADP زائد مجموعة فوسفات الاتنين هيتحدوا مع بعض عشان يديني الـ ATP، والـ ATP بيبقى مخزن جواه طاقة. طب بناء عليه عايزين ندور ايه التسلسل الصحيح اللي اختاره عشان الموضوع ده هو ده علشان استخدم الطاقة المختزنة دي في الـ ATP. هل يا ترى كان عندي جلايكوجين اتحول لجلوكوز والجلوكوز ادى ATP والـ ATP ادى الطاقة، ولا كان عندي جلوكوز تحول لنشا والنشا ادت ATP والـ ATP ادى طاقة، ولا كان عندي طاقة ادتني جلوكوز والجلوكوز اداني ATP والـ ATP ادتني طاقة، ولا كان عندي جلوكوز طلع طاقة الطاقة دي رجعت اتخزنت في جزيء الـ ATP ولما احتجتها رجعت فككت جزيء الـ ATP وخدت الطاقة اللي انا عايزها؟ ايه يا ترى التسلسل الصح؟ احنا مش كنا بنقول ان الجلوكوز بيحصل له اكسدة جوه الميتوكوندريا؟ تمام، لما بيدخل جوه الميتوكوندريا بيحصل له اكسدة يكسر الروابط اللي فيه بيطلع طاقة. طب انا عايزه احافظ على الطاقه دي بسرعه ياخدها جزيء الـ ADP اللي احنا لسه قايلين عليه ومجموعه الفوسفات عشان يتحول لـ ATP. طب و ATP بقى مخزن مين جواه الطاقه؟ طب انا عايزه طاقه لاي عمليه حيويه داخل الكائن الحي داخل خلايا الكائن الحي، اجيبها منين؟ من الـ ATP، تتكسر وترجع ATP تاني
مجموعة فوسفات وتديني الطاقة اللي أنا عايزاها. يبقى هنبص مين اللي صح التسلسل ده. آخر واحد الجلوكوز، لما يحصل له أكسدة يطلع طاقة، الطاقة تتخزن جوه جزيء الـ ATP، ولما أرجع أحتاج الطاقة أخدها من جزيء الـ ATP. يعني الخلية الحية لما تحتاج الطاقة في أي مكان فيها تاخده من جزيء الـ ATP. نشوف السؤال اللي بعده، بيقول لي إذا علمت أن قوة تكبير الميكروسكوب المركب 500 مرة، قوة تكبير العدسة العينية 50 مرة، فكم تكون قوة تكبير العدسة الشيئية؟ ها يا ولاد نفكر. هو هنا مديني إيه؟ مديني قوة التكبير بصفة عامة بتاعة الميكروسكوب المركب اللي هو قصده الضوئي يعني، ومديني تكبير العدسة العينية، وطالب تكبير العدسة الشيئية. ها يا ولاد، يا ترى تكبير العدسة الشيئة قد إيه؟ هنفكر فيها. أنا عايزة أحسب تكبير العدسة الشيئية، يطلع كام تكبير العدسة الشيئية؟ أعمله إزاي؟ أنا طبعا إن شاء الله في الامتحان في بعض الأسئلة هتيجي لنا مقالي، احنا لازم نتعود إن احنا نحل برضو أسئلة مقالي، مش كل الأسئلة هتيجي لنا أسئلة موضوعية. ما يجيش سؤال مثلا أفترض زي كده أعمل فيه إيه؟ فكر كده، أقدر أحسب إزاي قوة العدسة، قوة تكبير العدسة. أكيد عندي قانون هعتمد عليه. إيه هو القانون بتاعي اللي هعتمد عليه؟ القانون بتاعي بيقول لي إيه؟ بيقول لي قوة تكبير الميكروسكوب بتساوي إيه يا ترى؟ بتساوي قوة تكبير العدسة العينية في قوة تكبير العدسة الشيئية. طب أنا عايزة قوة تكبير العدسة الشيئية، يبقى قوة تكبير العدسة الشيئية تساوي ايه؟ هتساوي قوة تكبير الميكروسكوب كله على قوة تكبير العدسة العينية. طيب يعني كام؟ يعني 500 على 50، يبقى هيطلع لي كام؟ 10 مرة. يبقى كده قوة تكبير العدسة الشيئية تساوي 10. ليه؟ لأن عندي العينية 50، ولما أضربهم في بعض يديني الإيه؟ 500. طيب الشكل البياني اللي قدامنا دوت جايب لي منحنيين، منحنى ألف منحنى ب، وبيقول يا ترى تعتقد مين المنحنى اللي بيعبر عن وجود إنزيم في التفاعل؟ ونفسر إجابتنا. يعني أنا دلوقتي ده نفس التفاعل، إداني منحنى ألف ومنحنى ب، بس مين فيهم يا ترى اللي فيه إنزيم؟ نبص كده هنا مكتوب لي إيه في الرسم البياني عشان أبتدي أفكر. مكتوب لي الطاقة اللازمة للتفاعل الحيوي مع الزمن، الطاقة اللازمة اللي احنا كنا بنسميها طاقة الإيه؟ طاقة التنشيط، اللي هي بتساعدني على بدء التفاعل الكيميائي. أبص كده في ألف وأبص في باء عشان أقدر أحفظ. طاقة التنشيط كبيرة أوي في ألف أهي وفي باء أهي. يبقى مين يا ترى؟ خلال ما بصيت كده على طاقة التنشيط، مين يا ترى هو المنحنى اللي يدل على وجود الإنزيم؟ وليه يا ترى؟ هيا يا ولاد منتظرة إجابتكم. انهي منحنى بيدل على وجود الانزيم وعرفت ازاي؟ ها انا دلوقتي الحاجه الوحيده اللي عندي حته الطاقه، ابتدي استفاد منها طاقه التنشيط، يبقى الف ولا باء وليه يا ترى؟ ها فكر. هلاقي ايه؟ هلاقي ان الف خدت طاقه تنشيط كتيره قوي، وباء واخد طاقه تنشيط قليله، واحنا عرفنا ان الانزيم من ضمن خصائصه ان هو يخفض طاقه التنشيط. يبقى انا عندي المنحنى انهي اللي فيه انزيم باء، حيث ان الانزيم بيعمل ايه؟ ما بيقول يفسر اجابتك يخفض او يقلل طاقة التنشيط. انا بصيت لقيت طاقة التنشيط قليلة باء عن ايه؟ عن ألف. شوف السؤال اللي بعده، ده شكل عضي من عضيات الخلية. ايه العضي اللي قدامنا ده؟ نفكر فيه. هو كاتب لي عليه الميتوكوندريا.
طيب العضي ده هو يا ترى انهي خلايا من اللي قدامي ده هلاقيه بعدد كبير فيه؟ هل يا ترى الكبد والعضلات، الغدد الصماء والخلايا الإفرازية، الغدد الصماء؟ ايه الإجابة الصح بالنسبة لي؟ العضي ده هيكون موجود فين؟ والله حسب وظيفته، هو دي اللي هتساعدني ان انا اعرف هو موجود في كل الخلايا، بس هو بيزيد اكتر في خلايا ايه يا ترى؟ والعضي ده بيعمل ايه؟ ما تيجي افكر بيعمل ايه هيساعدني على ان انا اختار الاجابة. اه يا ولاد، الاجابة هل يا ترى تعتقدوا الف ولا باء ولا جيم ولا د؟ فكر كده وتقولوا لي هتعتقدوا اني الاجابة الصحيحة، الف ولا باء ولا جيم ولا د؟ طيب هي الميتوكوندريا بتعمل ايه؟ الميتوكوندريا احنا بنسميها بيت الطاقة، بتعمل على انتاج وتخزين الطاقة الكيميائية. طيب انا دلوقتي مين العضيات اللي عندي محتاجة طاقة كتير؟ اكيد العضلات. ليه يا ترى العضلات؟ عشان العضلات بتنقبض وتنبسط، وحتة الحركة والانقباض والانبساط بيحتاج طاقة. والكبد عشان الكبد بيقوم فيه اكتر من عملية حيوية، في عمليات حيوية كتيرة بتتم في الكبد فبيحتاج برضه طاقة. فانا بلي من اكتر الاماكن اللي بقى فيها ميتوكوندريا كتيرة الكبد والعضلات، علشان هم بيحتاجوا لايه؟ للطاقة. نشوف السؤال اللي بعده. طيب جايب لي قدامي شكل تخطيط، دي مادة هدف، مادة هدف S1، ومادة هدف S2، ومادة هدف S3، وتحت جايب لي 3 أنواع من الإنزيمات. جايب لي إنزيم واحد اللي هو E1، وجايب لي إنزيم 2 اللي هو E2، وجايب لي إنزيم 3 اللي هو E3. تمام، في عندنا الموقع الناشط اللي بيمسك فيه مادة الهدف علشان يتم التفاعل الكيميائي. هنا هو لو بصيت في واحد هو موقع نشط واحد شكله كده، يعني معرفش يمسك إلا في المادة دي. طب نيجي نبص في 2 هلاقيه عنده موقعين نشطين، واحد الشكل ده فيمسك في دي، وواحد الشكل ده فيمسك في دي. يعني هو يقدر يشتغل على مادتين كده، ده ميقدرش يشتغل على مادة واحدة بس. طب دوت عنده 3 أماكن أهي، كل مكان بشكل يقدر يمسك واحدة من المواد الهدف دي، يعني يقدر يشتغل على 3. فبالتالي هو كل ما الواحد يشتغل على مواد أقل يبقى إيه؟ أكثر تخصصا ولا أقل تخصصا؟ لا طبعا أكثر تخصصا. يعني مثلا أنا عندي مدرس، المدرس ده يقدر يشرح كيمياء وفيزياء وأحياء، هل كده هو متخصص؟ ولا لما أقول مدرس أنا مش متخصص إلا في الأحياء بس، أنا مركز بس في الأحياء، يبقى دوت أكثر تخصصا. نفس الفكرة كده هوت، مين الإنزيم اللي أكثر تخصصا فيهم؟ اللي ما عندوش إلا موقع نشط واحد بيشتغل على مادة هدف واحد، فاللي بقي عندي واحد. فابتدي أدور إيه الجملة الصحيحة بقى اللي تتناسب مع الكلام ده. هل يا ترى الإنزيم واحد هو أقل تخصصا من الإنزيم 3؟ بالعكس، الإنزيم واحد هو عالي التخصص على الإنزيم 3، أو أكتر واحد فيهم متخصص هو الإنزيم واحد. إنزيم رقم 2 أقل تخصصا من إنزيم رقم 3؟ لا، ده أعلى تخصصا من 3، لأن هو ما عندوش موقعين نشطين، لكن 3 عنده 3 مواقع. يبقى مين أعلى واحد فيهم في التخصص؟ هو الإنزيم مين يا ترى؟ الإنزيم رقم 1. ليه؟ لأن هو ما عندوش إلا موقع نشط واحد فقط. يبقى الإجابة رقم إيه؟ رقم ب. شوف السؤال اللي بعده بيقول لي ايه. بيقول لي دقق في الجدول التالي ثم اجب. عندي في الجدول جايب لي مجموعة من المواد، وبيجاوب لي هي متواجدين في الخلية اللي انا هتكلم عنها دي ولا لا. اول حاجة المية، موجود فيها مية. الاملاح، موجود فيها املاح. الجلايكوجين، لا مش موجود فيها جلايكوجين. النشا، موجود فيها النشا. طيب اول حاجه نوع الخليه، ايه من الخلايا اللي احنا خدناها؟ فكر كده ايه يا ترى نوع الخليه اللي قدامي ده، هي فيها ميه وفيها املاح وفيها نشا، يبقى ايه نوع الخليه اللي بيسالني عليها هنا؟ هو ها، مين الخليه اللي لا تحتوي على جلايكوجين؟ الجلايكوجين ده بنلاقيه في الخلايا الحيوانيه، لكن هي بدل الجلايكوجين عندها مين؟ عندها نشا. يبقى نوع الخليه دي ايه؟ ها، بدل ما فيهاش النشا يبقى نوع الخلية دي هي ايه؟ ايوه تمام، نوع الخلية دي هي خلية نباتية. ليه يا ترى؟ علشان ما فيهاش جلايكوجين لكن فيها نشا، يبقى نوع الخلية ايه؟ خلية نباتية. بيقول لي تعليل، احتوائها
على النشا. طيب السؤال اللي بعده برضو على نفس السؤال بيقول لي ايه، عايزين نسيج فيه الخلية دي. طب عايزين نسيج الخلايا بتاعته تقدر تقوم بتخزين النشا، مين يا ترى النسيج اللي احنا درسناه وكانت خلاياه بتستطيع القيام بتخزين النشا؟ ايوه، نوع من انواع الانسجه البسيطه في النبات اللي هو النسيج الايه، البارنشيمي. امتى يقدر يخزن النشا؟ لو كان بيحتوي على بلاستيدات عديمه اللون، زي عندنا في البطاطس كده، البطاطا متخزن جواها النشا وهي بتتكون من نسيج بارنشيمي، يبقى نوع النسيج اللي فيه الخلايا ديت بارنشيمي. طيب انا عايز استخدم كاشف اكشف بيه واشوف هتتأثر الخلية دي ولا لا. ايه الكاشف اللي احنا خدناه ممكن يكشف عن النشا؟ ها، مين الكاشف اللي احنا درسناه يا ترى بيقدر يكشف عن النشا؟ مين خدناه يقدر يكشف عن النشا؟ فانا عايزه اشوف بقى ان الخليه تتاثر بيه، هو كاشف مين؟ ايوه، محلول اليود هيتحول لونه للازرق الغامق، لما اكشف عنه يتحول للون الازرق الغامق. نشوف السؤال اللي بعده، جايب لي رسم بياني. في الرسم البياني دوت جايب لي نسب مجموعة من العناصر، يقول لي في أنواع أطعمة مختلفة، يعني في أنواع نوع الطعام رقم واحد في عناصر الثلاثة اللي قدامي دول اللي منقطة دي، هي اليود اللي لونها على بني دي الحديد، اللي عاملة زي مربعات صغيرة دي الفسفور، وهكذا جايبها لي في أطعمة مختلفة. بيقول يا ترى أي نوع من أنواع الأطعمة دي هيساهم في زيادة فاعلية عملية تبادل الغازات في دم الإنسان؟ أسأل نفسي، هو مين اللي بيقوم بعملية تبادل الغازات يا ترى؟ ها، كرات الدم الحمراء. طيب وكرات الدم الحمراء دي بتحتوي على إيه؟ على الهيموجلوبين. تمام. طيب والهيموجلوبين نفسه بيتكون من ايه؟ بيتكون من بروتين زائد حديد. طيب هو بيقول لي بقى ايه، انا عايزه اطعمه خدها هتزودي معدل تبادل الغازات، لانها هتزود انتاج كرات الدم الحمراء، لان انا وفرت لها الهيموجلوبين اللي محتاجاه اللي هو البروتين والحديد عشان يقدروا يكونوا لي الايه، الهيموجلوبين اللي هو كرات الدم الحمراء. طيب ادور كده في الرسومات عند مين اعلى واحد في ايه؟ ثانية واحدة، احنا لسه ما وصلناش، احنا قلنا بروتين زائد مين؟ زائد حديد. فانا عايزة ادور على احلى واعلى واحد في حديد، لان انا عشان يتكون الهيموجلوبين محتاج حاجتين، محتاجة بروتين ومحتاجة حديد. يبقى انا لما اجي اكل وجبة غذائية لازم ادور على وجبة غذائية غنية بالحديد، علشان لو انا عايزه ازود عمليه تبادل الغازات، يبقى ايه انهي الصوره اللي تنفع؟ هنلاقي طبعا اعلى حد بالحديد رقم 4. طيب تخيلوا مثلا قال ان في شخص مثلا بيعاني من مشكله في الغده الدرقيه او نقص افراز هرمون الثيروكسين. الثيروكسين ده بيحتوي على ايه؟ على يود. طب نديله ايه اكل من ده؟ هدور على اكتر اكل فيه يود، هنلاقيه رقم ايه؟ رقم 2. يبقى انا اشوف حسب هو ايه طالب مني في السؤال، ممكن يكون طالب مني بدل ما يقول لي مثلا تبادل الغازات دي يقول لي مثلا عايزين نوع طعام يعالج مشكلة نقص الايه، نقص اليود، او يعالج مشكلة نقص الثيروكسين، فابتدي ادور على اليود والاقي عندي اكتر واحد فيه يود هو رقم كام؟ رقم 2. تمام. لكن هنا هو بيسأل في السؤال بتاعنا دلوقتي على تبادل الغازات في دم الانسان اللي هو هتقوم بيه كرات الدم الحمراء اللي بتتكوني من هيموجلوبين وحديد، يبقى انا لازم اكل اكل فيه ايه، فيه حديد. الناس اللي نقول عندها انيميا، انيميا يعني ايه؟ يعني نقص الحديد، ما تاخدش حديد كفايه في اكلها. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده بيقول لي ايه، بيقول لي الجدول اللي قدامي ده هو جايب لي مجموعه اهي من اسماء العضيات اللي عندي، ريبوسومات، جسم مركزي، ميتوكوندريا، جدار خلوي.
فبيقول لي مثلا انا بدرس خليه معينه، فالخليه دي فيها ريبوسومات، احيانا بعض انواع منها بيبقى في جسم مركزي وانواع لا، فيها ميتوكوندريا، فيها جدار خلوي. ابتدي افكر، لا هو بيقول لي فيها يعني الجسم المركزي يعني احيانا بيبقى موجود فيها واحيانا ما بيبقاش موجود، يعني لا يوجد دائما، يعني في بعض الاحيان بيوجد وبعض الاحيان ما بيوجدش. الميتوكوندريا موجودة، الجدار الخلوي موجود، الريبوسومات موجودة، ويا ترى ممكن تكون الخلية دي هي ايه؟ هتكون ايه؟ مين اللي في بعض احيان منها او بعض انواع فيها فيها جسم مركزي نفس الوقت هلاقي فيها جدار خلوي؟ مين يا ترى بتبقى كده؟ مين اللي فيها الخلية كده؟ هو هل هي الخلية الحيوانية؟ لا، اللي بيقول لي فيها جدار خلوي وكمان بيقول لي الجسم المركزي لا يوجد دائما. هل هي الخلية النباتية؟ لا ما ينفعش، لان هو بيقول لي ان هي لا يوجد دائما، يعني ممكن يكون فيها جسم خلوي جسم مركزي. طيب يبقى مين عندي ممكن يكون فيها كده هوت؟ مين اللي ممكن يكون عندي كده هوت؟ ابتدي افكر هلاقيها ايه. هلاقيها خلية الفطريات، لان خلية الفطريات تلاقي ان هي موجود فيها جدار خلوي، بعض الاحيان بيبقى فيها جسم مركزي وبعض الاحيان الاخرى ما بيبقاش فيها جسم مركزي. هل يا ترى خلية الفطريات تستطيع تصنيع الجلوكوز؟ لأ. ليه يا ترى؟ لأنها لا تحتوي على بلاستيدات خضراء. يبقى أنا دلوقتي خلية الفطريات أحيانا بيبقى فيها جسم مركزي وأحيانا ما بيبقاش فيها، مش دائما بيبقى موجود فيها جسم مركزي، عندها جدار خلوي، ما عندهاش بلاستيدات خضراء، البلاستيدات الخضراء دي اللي بلاها في النباتات والطحالب فقط، فبالتالي هي ينفع تعمل لي جلوكوز؟ لا، لانها مش هتحتوي على بلاستيدات خضراء، فبالتالي لن تستطيع القيام بعملية الايه، البناء الضوئي. نشوف السؤال اللي بعده. جايب لي جزيئين، جزيء واحد وجزيء اتنين، وكل واحد من الجزيئات ده هي بدأ بيديني عدد ذرات الهيدروجين، عدد ذرات الأكسجين، عدد ذرات الكربون. فمثلا عندي الجزيء الأولاني بيقول لي فيه 5 ذرات كربون، في 10 ذرات هيدروجين، وفي 5 ذرات أكسجين. الجزيء التاني فيه 5 ذرات كربون، في 10 هيدروجين، في 4 أكسجين. طيب مين يا ترى كده؟ أول ما ألاقي 5 ذرات كربون هنا أو هنا، فده معناه إن ده سكر خماسي، وزي ما انتوا شايفين كده هوت إن الكربون قد الأكسجين والهيدروجين الضعف. طب يبقى ده أو ده سكر خماسي. الأولاني ده إيه؟ سكر الإيه؟ سكر الريبوز. طيب والتاني ده سكر ايه؟ سكر داي اوكسي ريبوز. هو انا ايه اللي خلاني اعرف ان ده داي اوكسي ريبوز؟ لان هو منقوص الاكسجين، لما اجي اقارنه بالريبوز الاقيه ناقص ذرة اكسجين، فبنقول عليه السكر منقوص الاكسجين، اللي هو سكر ايه؟ الريبوز منقوص الاكسجين، اللي هو بنقول عليه داي اوكسي ريبوز. طيب ايه وجه التشابه ما بينهم هما الاثنين؟ هما شبه بعض في ايه؟ الاثنين دول شبه بعض في ايه؟ كل منهما سكر خماسي او سكر احادي، سكر احادي بيتكون من 5 ذرات كربون. طيب ايه اسم البوليمر اللي موجود فيه جزيء واحد وفي اسم البوليمر اللي موجود فيه جزيء؟ هي السكر الريبوز ده بيدخل في تكوين النيوكليتيدة بتاعة ال RNA، فهو هينتمي لمين البوليمر؟ ال RNA. طيب لكن الديوكسي ريبوز هيدخل في بناء
الدي ان ايه اللي هو السكر منقوص الاكسجين، الريبوزي منقوص الاكسجين، تمام، اللي هو سكر الديوكسي ريبوز هيدخل في النيوكليوتيدة بتاعت مين؟ الدي ان ايه. طيب نشوف السؤال اللي بعده، بيقول لي ايه؟ بيقول لي قوة تكبير عدسة عينية 40، فإنه يجب استخدام عدسة شيئية ذات تكبير قد ايه من أجل وضوح الصورة؟ طب ابتدي اشوف الاختيارات اللي عندي واشوف ايه الاختيار المناسب. هل يا ترى تكون مساوية لقوة تكبير العدسة العينية؟ طب نجرب. اني عندي 40 في 40 الاقي يديني 1600. هل كده الصورة تبقى واضحة؟ لا طبعا، لان اقصى تكبير بنصل فيه في الميكروسكوب الضوئي هو 1500. يبقى انا لو عملت كده هيديني صورة غير واضحة. طب نشوف التانية، ضعف قوة تكبير العدسة العينية، يعني العدسة العينية 40 والتانية ضعفها 80. نبتدي نضرب، هتطلع 3200. هل يا ترى دي تبقى الصورة واضحة؟ لا خالص، لأن كده هو الصورة مش هتبقى واضحة خالص. أقصى حاجة عندي في وضوح الصورة 1500، يبقى غلط برضو. طيب نصف قوة تكبير العدسة العينية، نصف قوة تكبير العدسة العينية يعني 40 ونصها 20، يبقى 800. طيب نشوف الأخير، عدسة شيئية ذات قوة 50، 50 في 40 يبقى ب2000، برضو ما تنفعش لأنها تكبيرها أكتر من 1000. مين اللي ينفع وتبقى مناسبة في التكبير بتاعها بالنسبة للميكروسكوب الضوئي؟ رقم 3. ليه يا ترى؟ علشان أنا لما هضرب حاصل ضرب قوة تكبير العدسة العينية وقوة تكبير العدسة الشيئية هلاقي إن الرقم عندي أقل من 1500، يبقى مزايا الصورة أقدر أشوفها صورة إيه؟ واضحة. نشوف السؤال اللي بعده، بيقول لي إيه؟ بيقول لي عندي جدول جايب لي مقدار مادة السليلوز اللي موجود جوه جدار الخلية، جايب لي مواد أخرى مرسبة في الجدار، وجايب لي 4 أنواع من الخلية، جايب لي خلية 1، خلية 2، خلية 3، خلية 4. فبيقول لي خلية 1 فيها سيلولوز 100 نانو، خلية 2 ما فيهاش، خلية 3 فيها 200 نانو، خلية 4 فيها 100 نانو. طيب بالنسبة للمواد المرسبة الأخرى، هنلاقي خلية 1 فيها مادة أخرى احنا مش عارفين هي ايه، بيقول لي 80، خلية 2 ما فيهاش مادة مرسبة أخرى، خلية 3 ما فيهاش مادة مرسبة أخرى، خلية 4 ما فيهاش مادة مرسبة أخرى. بيقول لي ملاحظة مهمة جدا أخدها في الاعتبار، سمك الجدار الخلوي دون تلوث أو ترسيب تغلظ أو ترسيب 100 نانومتر. فلما ألاقي 100 كده لوحديها أعرف كده إن ده عبارة عن السيلولوز وما حصلوش أي تغلظ، هو مادة السيلولوز بس، لأن هو لو من غير تغلظ يبقى 100، أكتر من كده بقى يبقى هو بدأ يتغلظ بمادة السيلولوز. عايزين بقى نعرف مين فيهم يا ترى نسيج بارنشيمي، مين فيهم نسيج كولانشيمي، مين فيهم نسيج اسكليرانشيمي، ومين فيهم نسيج ضام تبع النبات. طيب ابتدي افتكر كل نسيج احنا خدناه ونبتدي نشوف البارنشيمي، خدنا في البارنشيمي، هل يا ترى في اي تغلظ او اي ترسيب؟ لا، يبقى انا هدور على خليه ما فيهاش ال 100 نانو بس، ما فيهاش ترسيب باي حاجه تانية. ليه؟ لان انا النسيج البارنشيم ما بيحصلش فيه تغلظ بأي حاجة. مين يا ترى كده هو؟ آخر خلية رقم 4 فيها 100 نانو بس ما فيهاش أي مواد أخرى، يبقى معنى كده الجدار بس اللي موجود، مفيش أي مادة تلصبت ولا تغلظت، فيبقى ده هو النسيج البارنشيم رقم 4، الخلية رقم 4. نيجي نبص، طب مين يا ترى اللي فيها كولانشيمي؟ احنا الكولانشيمي قلنا ان هو بيتغلظ بس بمادة السلولوز، يعني مادة السلولوز كميتها اكبر من الطبيعي، يعني اكتر من 100. ادور على مين هنا عنده مقدار السلولوز اكتر من 100 اللي هو مقدار الطبيعي في الجدار، هلاقي مين؟ ايوه تمام، هلاقي الخلية رقم 3، ليه فيها 200 وما فيهاش مادة اخرى. طب الاسكليرانشيمي، الاسكليرانشيمي بالإضافة للسليلوز اللي كده كده موجود في الجدار بيترسم مادة أخرى وهي مادة اللجنين، يبقى أنا هدور على نسيج في مادة أخرى مترسمة معاه غير السليلوز، هلاقي مين يا ترى؟ ها مين اللي عنده مادة تانية مترسبة؟
هلاقي خلية رقم واحد عندها 100 نانوميتر جلوكوز، سوري سيلولوز، وفي مادة أخرى اللي هي المفروض الإيه الليجنين. مين في الخلايا دي موجودة في نسيج دم حيواني؟ احنا عارفين ان عندنا الأنسجة الحيوانية لا تحتوي على اي جذور خلوية، فبالتالي لا تحتوي على ايه سيلولوز ولا جدار خلية ولا حاجة. دور على حاجة ما فيهاش خالص، هلاقي رقم كام؟ رقم 2. نشوف السؤال اللي بعده، بيقول لي ايه؟ بيقول لي عايزين نشوف الجدول اللي قدامنا كده، جايب لي 3 انواع من العضلات اللي احنا خدناهم. في عضلة بتشتغل 24 ساعة، في عضلة متغيرة ما بتشتغلش كل 24 ساعة، أحيانا بتشتغل وأحيانا ممكن تقف. في عضلة بتشتغل 24 ساعة وبس، كمان ليها حاجة مهمة جدا، أقراص بينية. طيب أول سؤال بيقول لي إيه في العضلات دي؟ هي عضلات إرادية، يعني أنا بقدر أتحكم فيها. أنا ما عنديش إلا نوع واحد من العضلات الإرادية، وهي العضلات الهيكلية اللي بتغطي الهيكل من الخارج، سواء الجذع أو الساق أو الأذرع. طيب هل يا ترى إحنا طول الوقت عمالين نحرك كل العضلات اللي في جسمنا في العضلات الهيكلية؟ لا خالص، حالنا ما بنتحرك بنحركها معانا، ما بنتحركش تبقى إيه، ما بتتحركش، فهي متغيرة مش طول الوقت بتتحرك. فلاقي الكلام ده ينطبق على مين؟ على عضلة 2. العضلة 2 دي عضلة إرادية هيكلية، يعني إن هي مش طول الوقت بتتحرك، أحيانا بتتحرك أحيانا بتقف، فهيبقى عندنا العضلة رقم إيه؟ 2. طيب أي العضلات السابقة لا إرادية؟ لا إرادية بالعقل، لما الأولانية كانت إرادية يبقى أكيد الاتنين التانيين اللي هما سواء الملساء اللي هي رقم 1 أو القلبية اللي هي رقم 3، هما الاتنين هنلاقيهم عضلات لا إرادية لا أستطيع التحكم فيهم. طيب أي العضلات السابقة مخططة؟ هو احنا مين اللي خدناه مخطط في العضلات؟ خدنا العضلة الهيكلية مخططة وخدنا العضلة القلبية مخططة، يبقى العضلة الهيكلية اللي هي رقم 2 والعضلة القلبية اللي هي رقم 3. نشوف السؤال اللي بعده، بيقول لي ايه؟ جايب لي علاقة ما بين درجة الحرارة ونشاط الإنزيم، بدأني من الصفر وبعدين 10 20 30 40 50 60. نشاط الإنزيم في الصفر، في صفر من 10 بقى 1 من 10، بين 20 بقى 4 من 10، من 30 بقى 7 من 10، وهكذا لحد ما وصلنا ل 60 بقى نشاطه صفر. طيب ايه درجة الحرارة الدنيا للإنزيم؟ درجة الحرارة الدنيا أقل درجة حرارة بيشتغل عندها الإنزيم اللي هو كام؟ اللي هي هلاقيها درجة 10، ان اقل حاجه في الانزيم 10. طب درجه الحراره المثلى احسن نشاط الانزيم عندها، ادور احسن نشاط الانزيم اللي هو كان 7 من 10 عند درجه حراره 30. طيب درجه الحراره توقف عندها الانزيم، وقف عند كام بقى؟ صفر عند كام تاني؟ عند 60. يعني هو لحد 50 عنده نشاط، بس بسيط 1 من 10، عند 60 لقيته وقف. طيب عايز يجيب المدى الحراري، المدى الحراري يعني من أول ما اشتغل لحد ما وقف، وبدأ يشتغل من كام لحد ما وقف كام؟ يبقى عندي من 10 لحد 60، هو ده المدى الحراري بتاعي، من 10 لـ60، من أول ما بدأ يشتغل لحد ما وقف وجاب الصفر تاني. طب يا ترى لو أنا دلوقتي جيت بعد ما كانت درجة الحرارة بقت 60، رحت مخفضاها تاني لـ40، ايه اللي هيحصل؟ الإنزيم هيرجع ينشط تاني؟ لأ، هنقول لن يعود نشاط الإنزيم. ليه؟ بسبب تلف الإنزيم. لما رفعت درجة الحرارة كده الإنزيم اتمسخ يا ولاد وباظ، لأن هو بروتين وهو حساس لدرجة الحرارة، فمش هينفع أرجعه تاني زي ده. شوف السؤال اللي بعده، أنا دلوقتي جايب لي مخطط للفوسفوليبيدات، عايزين نشوف مين المنطقة الكارهة للماء ومين المنطقة المحبة للماء. عشان عندنا رأس محب للماء وعندنا ذيل كاره للماء، فين الذيل ده؟ أهو سلسلة بتاعة الأحماض الأمينية، فهي دي المنطقة الكارهة. مين المنطقة المحبة؟ الرأس اللي فيها مجموعة الفوسفات، يبقى اللي هي رقم إيه؟ ب. شوف السؤال اللي بعده، بيقول لي إيه؟ بيقول لي يحدث في البلاستيدات الخضراء
عملية نقط، بينما يحدث في الميتوكوندريا عملية نقط. وفي البلاستيدات الخضراء بيحصل ايه؟ عملية البناء الضوئي. طيب وفي الميتوكوندريا بيحصل عملية التنفس الخلوي، أو بنقول أكسدة الجلوكوز. طيب دي تعتبر حتى من اسمها بناء، هبني من مواد بسيطة اللي هي المية وثاني أكسيد الكربون، هقدر أبني منها مواد كربوهيدراتية اللي هي الجلوكوز اللي ممكن يتحول بعد كده للنش. في الميتوكوندريا حصل أكسدة، يعني كسرت الجلوكوز عشان أطلع منه طاقة تتخزن في إيه؟ في جزيئات الـ ATP. يبقى أول حاجة دي بناء، وتاني حاجة دي إيه؟ هبني. نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي تستطيع الغدة الدرقية بناء أحد البروتينات، ذلك يعني توفر إيه الدخل؟ عشان أبني بروتين محتاجة حاجتين، محتاجة وحدة بناء البروتين، ومحتاجة العضية اللي هتقوم بتصنيع البروتين. أنا محتاجة وحدة بناء البروتين، ومحتاجة العضية اللي هتقوم بتصنيع البروتين. أنا محتاجة إيه؟ محتاجة أحماض أمينية، نفس الوقت ايه، محتاجة ريبوسومات، ماشي، عشان هي اللي هتصنع لي البروتين. فانا هدور الاقي ادي اهو الاحماض الامينية اهي، وادي الريبوسومات. هنا كان ممكن نقول الشبكة الاندوبلازمية الخشنة ان عليها ريبوسومات، لكن المشكلة ان هو هنا بيقول لي احماض ايه، دهنية، مش هتنفع، انا عايزة احماض امينية. انا عايزة احماض امينية هي اللي تتصل مع بعض عشان تكون البروتين، هو محتاج الريبوسوم اللي هو نفسه هيقوم بتصنيع الايه، البروتين. شوف السؤال اللي بعده. بيقول النسيج اللي قدامي ده ايه؟ هل يا ترى ضام للنقص، عضلي للحركة، ضام لربط الأنسجة، طلائي للحماية؟ دايما لما الاقي الخلايا متقاربة قوي من بعض كده، شايفين هي موجود جوه تجويف داخلي وان هي بتبطل التجويف ده على طول، يبقى انا بتكلم على نسيج طلائي. لو انا فكرت شويه، هو ده طلائي من النوع الايه، طلائي من النوع المكعبي البسيط، اللي بيبقى موجود عندي فين، اللي بيبقى موجود عندي في انيبيبات الكليه. عرفته ازاي؟ من شكله. السؤال اللي بعده بيقول لي عايزين نوضح تسلسل عشان يكون انزيمات للليسوسومات. الليسوسومات الانزيمات نوعها ايه؟ بروتين. انا عايز ادور مين اللي هيصنع لي البروتين لحد ما يوصل للليسوسوم. اللي هيصنع لي البروتين هو الريبوسومات، تقدر تصنع بروتين. البروتين اللي هتصنعه ده هوت هتاخده الشبكة الاندوبلازمية الخشنة، لو هتعمل عليه بعض التعديلات، وبعد كده هو هيجي جسم جولجي يبعت وسيلة ناقلة تاخد البروتين اللي اتصنع ده من الشبكة الاندوبلازمية الخشنة، ويروح يبتدي يعمل لي عليه تعديلات وكده هو، وبعدين يبعتهولي لللايسوسومات في شكل انزيم. هو يظبط بقى البروتين اللي خده من الشبكة الاندوبلازمية ويعملهولي في شكل انزيم ويبعته على الايه، على اللايسوسومات. يبقى الإجابة عندي هتبقى رقم واحد. نذاكر كويس. هنلاقي عندنا سايبالكو رابط في الشات، الرابط ده هو في امتحان على الباب التاني، الباب التاني باب دسم ومليان قوي، فانا عامله امتحان شامل عليه، نبص عليه ونبتدي نحل الاسئله بتاعته. في جوه الرابط في رابط لو انتم محتاجين اي سؤال انتم مش عارفينه ونجمعه ونحله في التدريبات القادمه. ففي جوه الرابط لو في سؤال انا محتاج الاجابه عليه، بتبتدوا تكتبوا السؤال من ضمن الأسئلة، السؤال انتم بتبعتوه ان انتم محتاجين الايه، محتاجين الإجابة عليه. نذاكر كويس، ربنا يوفقكم، ومستمرين ان شاء الله الحصص القادمة برضو ان شاء الله في الايه، في المراجعة. مع تحياتي سهى عبد الرحمن، وتحيات الأستاذة إيناس نبيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.